والإكثار رحلة بين متناقضين. تبسيط حياتك يمكن أن يزيد من سعادتك وإنتاجيتك. بيئتك بحاجة لك، كن جزءاً من الخطة. برنامج اليوم مع ساندي مصطفى وحبيبة طراب. صباح الخير عليكم مشاهدينا، وصباح الخير إليك حبيبة. يعني قناعة الإنسان في هذه الحياة هي اللي عادة بتحدد تصرفاته وسلوكياته تجاه المواقف في الحياة. يعني مثلا لو أنا بؤمن بمبدأ أنه اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أو بمعنى آخر خلينا نقول مبدأ الماكسيماليزم، أكيد هذا الشيء حيأثر على كل جوانب حياتي، يعني مش بس على طريقة صرف الأموال وإنما على كل شيء آخر، مش بس على كل ما أريد أن أشتريه واللي بحب أشتريه وفي أي وقت أحب، لكن كما ذكرنا على كثير جوانب من الحياة. صحيح ساندي، بس العكس كمان صحيح. يعني لو أنا بقتنع أنه خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود وبقتصد بأسلوب حياتي، أكيد هيدا الشيء يعني بده يأثر على حياتي بشكل عام، وهالطريقة اسمها طريقة المينيماليزم أو الإقلال. صحيح حبيبة. يعني السؤال هو، هل الإكثار في كل شيء هو الصح، أم التقليل في كل شيء هو الصح، أم يجب أن يكون ربما يعني يكون في توازن؟ والسؤال كذلك، أي فئة بتعيش مرتاحة أكثر من الثانية؟ يعني اللي بتصرف أكثر ولا بتقتصد أكثر؟ هذا السؤال أكيد حنجاوب عليه في ملفنا الرئيسي لليوم. في ملفنا الرئيسي لليوم سنتحدث عن توجه عالمي منتشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وهو المينيماليزم أو الإقلال كما يعرف بالعربية. لكن ما هو هذا المفهوم؟ هو ببساطة توجه يدعو الناس إلى التخلص من الممتلكات الزائدة عن حاجتهم بهدف تبسيط الحياة أكثر وأكثر. حبيبي، المينيماليزم أو فلسفة، يعني هو فلسفة تدعو إلى التركيز على ما هو مهم والتخلص من الفوضى الزائدة، سواء في الحياة المادية أو تخيلي ساندي حتى الحياة الرقمية. صحيح حبيبة. وتشير هذه الفلسفة بحسب المؤلف جوشوا باكر المتخصص بموضوع المينيماليزم بأنها توفر وضوحا في الأهداف وحرية في العيش، كما تعطي أهمية أكبر لنوعية الحياة وجودتها على حساب الكم الهائل من الممتلكات. يعني بمعنى آخر، مثل ما عادة منقول quality over quantity، يعني النوعية فوق الكمية. حبيبة، صحيح. ويبدو أن الناس الآن بدأوا ويتوجهون أكثر إلى أسلوب عيش أبسط، ويعرفون الفوائد التي يمكن أن يجلبونها للحياة، مدركين التحديات وكيفية التغلب عليها. إذا مثل ما ذكرتي حبيبة، بالفعل يتجه الناس اليوم بشكل أكبر نحو أسلوب الحياة ربما البسيط أو المينيماليزم، لأنه في هذا التوجه فوائد عديدة. بحسب موقع New Trader You نتابع. ولأن الفوضى لم تعد مقتصرة على الممتلكات المادية في عصر التكنولوجيا، فإن حياتنا الرقمية أيضا يمكن أن تصبح مرهقة. تعالوا نتعرف على الخطوات الفعالة لتنظيم حياتنا الإلكترونية وتبني البساطة الرقمية أو الديجيتال مينيماليزم بحسب موقع تيك تارجت. أولاً، ابدأ بإلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني والنشرات الأخبارية غير الضرورية التي تعيق صندوق بريدك. أيضاً، نظم ملفاتك الرقمية واحذف التطبيقات والبرامج غير المستخدمة التي تشغل أجهزتك. ضع حدوداً لوقت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والشاشة لتقليل التشتت ولخلق مساحة ذهنية أكثر
أكبر للأشياء المهمة. وبمجرد تبني كل هذه الخطوات المطلوبة يتحسن تركيز الفرد وتزيد إنتاجيته بشكل كبير وملحوظ. معنا الآن اليوتيوبر وصانع المحتوى عن التبسيط والمينيماليزم مصطفى مجدي. أهلا بك مصطفى، صباح الخير. مصطفى، أنت صانع محتوى عن التبسيط والمينيماليزم، كيف تشجع الناس على حياة التقليل؟ طيب خلينا نتكلم في البداية عن إنه إيه التقليل في يومنا العادي. المينيماليزم كونسبت كبير قوي، الناس بتعمله كمان في الديزاين في بيتها، لكن المينيماليزم اللي مقصود بيه في اللايف ستايل أو في طريقة حياتنا هو إنه إزاي أكون بشتري أشياء أقل وبحاول أستمتع بالتجارب أكتر، إنه مش شرط أكون بكتسب كل سعادتي بانه انا دايما انزل اشتري، لانه حياتنا خلاص بقت حوالينا اعلانات في كل حته، كل حاجه بتقولك انه السعاده في الجزء ده. فاحنا بنحاول نشجع الناس ببساطه انه مش شرط خالص تكون بتكتسب سعادتك بان انت تكون بتشتري اكتر، انت ممكن تكون حياتك في العموم بسيطه، مش اكستريم ومش زي ما الناس متخيله انه لازم تلبس نفس التيشيرت ونفس اللون دايما. ده ليفل مناسب لبعض الناس لكنه مش الطبيعي، مش المناسب للكل، ومش اللي بنشجع بيه. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل اللي في استطاعتنا في حياتنا اليوميه عشان نحس انه عندنا وقت اكتر نستخدمه في التجارب اوفر انه احنا بنستخدمه في الكونسومشن او الاستهلاك، او ان احنا دايما نكون كل معانا فلوس نروح نشتري عشان نكتسب من ده السعاده. طيب لكن مصطفى، يعني إلى أي مدى نستطيع أن نطبق المينيماليزم؟ هو مفهوم واسع، يعني إلى أي مدى we can minimize أو نقلل؟ الكثير يعتبر أن هذه الطريقة في الحياة يعني قد تعبر عن البخل أحيانا، وأنه بالمقابل يجب أن نستمتع بحياتنا. ما رأيك بهذه الأفكار؟ طيب كويس قوي. هو بس احنا محتاجين نفهم أنه الحياة هي اللي بدأت تخلينا نروح في ناحية الاستهلاك أكتر. الحياة دايما دلوقتي بتقول لنا انه كل ما تشتري كل ما تتبسط اكتر، وانه البخل ان انت ما تشتريش، لكن بالعكس المينيماليزم مش بيقولك ما تشتريش او ما تصرفش خالص. انت ممكن بدل ما تكون كل ما معاك فلوس بتروح تشتري بيها حاجات تحاول تعمل فيها اللي اوقات بنسميه الايموشنال سبيندنج، انت متضايق في حياتك شغال كتير وستريسد جدا فبتروح تشتري 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 عشان انت فاكر انه هنا السعاده. لكن احنا بنقول العكس، احنا عايزينك تكون بتوفر وقت في حياتك بالفلوس دي اللي انت هتصرفها، تكون بتعمل تجارب جديده، تكون بتسافر، بتتعلم حاجه جديده، بتلعب رياضه، بتنفست في نفسك. فموضوع ملوش علاقه خالص بالبخل على قد ما له علاقه في انا بنفق فلوسي فين، احط فلوسي فين عشان اكون بكتسب السعاده من تجارب حقيقيه، مش لمجرد انه انا دايما شايف حواليا اعلانات بتقول لي اشتري. والشراء شيء مش هيخلص، احنا كل حاجه حوالينا بتقول لنا اشتري، وعمرك ما هتوصل لمرحله انه عندك اكتفاء او انه انت راضي، دايما هيكون في حاجه جديده الحياه او العالم بيقنعك ان انت محتاج تشتريها، وان اللي عندك مبقتش مفيده خلاص عشان تفضل تشتري اكتر واكتر واكتر. وده اللي احنا بنحاول نعمل عكسه تماما. طب مصطفى، انت بترفع شعار حياه مستدامه، لو تشرح لنا شو قصدك بهذا الشعار؟ طيب حياه مستدامه او سستينبل ليفنج هو اللايف ستايل اللي بنحاول فيه كافراد نتبع الاستدامه في حياتنا اليوميه وفي الخطوات البسيطه. مفهوم الاستدامه بقى مفهوم منتشر قوي بين الشركات، كل شركه دلوقتي بتقول كلمه الاستدامه لانه بقى شيء مهم العالم مهتم بيه كسكوب في عمل الشركات. لكن احنا كافراد نقدر نعيش سستينبل ليفنج لايف ستايل او حياه مستدامه. حياه مستدامه انه في كل خطوه في حياتي افكر في البيئه وافكر في اثر كل حاجه بعملها على البيئه اللي حواليا، من اول خياراتي انه انا اما بروح اشتري حاجه باخد اكياس بلاستيك او لا، فدي خطوه نحو الاستدامه. خطوه نحو الاستدامه ان انا اشتري سكند هاند فاوفر موارد، مش محتاجين دايما نشتري حاجات جديده فالصناعه بتكون زياده وشراء الجديد ده بيوصلنا انه في ويست زياده والارض خلاص تشبعت يعني بالويست او بالنفايات. فخياراتي اليوميه زي ان انا اتحرك في مواصلات مثلا مستدامه، زي لو عندي اوبشن انه امشي او اركب العجله بدل ما استخدم وسيله بتعمل انبعاثات، ده خطوه نحو الاستدامه. تشجيع لللوكال كوميونيتيز واللوكال براندز دي خطوه نحو الاستدامه، مش شرط اشتري من المحلات الكبيره او الهايبر ماركتس او البراندز الكبيره حتى في الملابس،
اللي بتعمل شيء بنسميه فاست فاشن دلوقتي، وما وراء ده كله من اثر بيئي سيء. فكل دي خطوات انا اقدر اعملها كفرد ديلي عشان احس انه انا بشارك في الاستدامه، بعيش سستينبل ليفنج لايف ستايل. وبرده زي ما بنقول انا مش لازم اوصل للاكستريم، كلنا هنفضل نستخدم بلاستيك وازايز بلاستيك وهنشتري جديد. المقصد انه احنا بنحاول، لانه البيهيفير ده عموما ليه اثر عليك انت. احنا مش بنقول لك خالص انقذ الارض وانقذ الحياه، مش انت السبب في كل المصايب خالص، لكن على الاقل تكون بتعمل ستيبس بسيطه بتحسسك ان انت كشخص بتعمل حاجه. نعم. طيب خلينا نعود لمفهوم المينيماليزم معك مصطفى. هل التبسيط في الحياة، تبسيط الأمور، تبسيط اقتناء الأشياء من حولنا، هل يعني بالضرورة فقط تقليل الاستهلاك؟ لأنه هناك تركيز كبير على أنه نقلل صرف الأموال في مفهوم المينيماليزم. لأي مدى يمكن أن نطبق ذلك عمليا اليوم مصطفى بزمن استهلاكي 100%؟ طيب مظبوط، احنا في زمن استهلاكي 100% حاليا. احنا بس بنحاول نوصل للناس ايه فوائد المينيماليزم او التبسيط عليك في حياتك اليوميه. المينيماليزم ده شيء بيقلل التشتت بتاعك جدا جدا، حتى في السبيس بتاعك في البيت. فكره انه انت بتتملك حاجات كتير قوي او اثاث في بيتك كله، كتر ده مش بيحسسك براحه نفسيه، مش بيحسسك انه في سبيس في بيتك، بتستهلك وقت كبير جدا جدا ان انت تنظف ده كل اسبوع. فبيقتطع وقت من وقتك انه انت مهتم جدا بالاشياء اكتر منه مهتم بالتجارب. انت خلاص حياتك بقت عباره عن ان انت بتتملك اشياء وبتعتني بيها، وفي الغالب انت مش مركز في حياتك، انت مش مركز في انبساطك. انت محتاج انه الاثاث ده دايما يكون منظم ومرتب ونظيف، انه كل شويه بشتري هدوم اكتر عشان احس انه انا ساتسفايد او احس انه انا بتملك اكتر، مع انه اغلبنا دلوقتي الدولاب بتاعه فيه ملابس كتير قوي مش بيستخدمها، واحنا كبشر بقينا نشتري في الغالب مرتين ونص ملابس زياده عن الناس اللي كانت بتعمل ده من 100 سنه، وهما كانوا بيلبسوا يوميا وعندهمش مشكله. لكن احنا بنقتني حاجات كتير قوي قوي لمجرد ان هي جديده، لمجرد ان هي موجوده، لمجرد ان هي حسسنا بانه احنا بنعمل حاجه، بان احنا مبسوطين. الحياه دايما بتقول لنا دلوقتي انه اشتغل كتير جدا جدا عشان يبقى معاك فلوس تشتري بيها حاجات. ده بيخلي انه انت بتدور زي ما بنقول في مصر بتدور في ساقيه. انت محتاج انه يكون عندك بالانس، تكون بتشتغل لكن بتتبسط بوقتك، وقتك ده بتتبسط بيه في تجارب بتقدر تعملها، وده ريفلكت عليك كشخص في سعادتك، مش انك خالص تكون طيب كل ما تجيب فلوس مصطفى تشتري بيه. حابب اعرف منك تجاوب متابعينك مع الشيء اللي عم بتسوقه من تبسيط الحياه والتركيز على نواحي ثانيه مثل الاستدامه. شو اراء المتابعين؟ عم بينفذوا هالاقتراحات او هذه النصائح؟ طيب خلينا نقول كده انه في البدايه الناس ما كانتش متقبله الافكار خالص. الناس كانت بتقول انه احنا اكيد مش اكبر مشاكلنا ان احنا نعمل تبسيط، او انه اكبر مشاكلنا ان احنا نحافظ على البيئه او نركز في الخيارات بتاعتنا، عندنا مشاكل اكبر. لكن شويه بشويه نقدر نقول انه الاربع سنين اللي فاتوا ده بقى ترند موجود، او بقى في تقبل للموضوع. الناس سنه بسنه بدات كانه الناس كانت محتاجه بوش، كانه الناس محتاجه تعمل ده جوه دماغها موجود. لكن زي ما انتم عارفين احنا متاثر قوي بالبير بريشر او ضغط الافراد اللي حوالينا. بنتكسف نقول لا، بنتكسف لما نلاقي انه اصحابنا بي 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 اوفر كونسوم او بيعملوا اوفر كونسومشن او بيشتروا كتير. بنتكسف ان احنا ما بنشتريش، لا يتقال علينا بخلة. لكن احنا كان جوه الناس ده لايف ستايل مناسب، لكن هم محتاجين حد يبدا وحد يقول لهم يا جماعه انه انا بعمل ده وما عنديش مشكله خالص ومبسوط بيه وبشجعكم عليه، وانا اقدر اصرف وانا معايا فلوس، لكن انا بقدر احطها في المكان المناسب. وبدانا نوري للناس بقى تجارب، يعني بدات اشرح للناس انه خلال سنه بدات اقلل مصاريفي في كذا، بس تعالوا اوريكم انه انا في اخر السنه دي فرت سفريه ممكن يكون صرفت فيها رقم كبير جدا، بس تعالوا افرجكم على انه عملت تجربه الفلانيه وكذا وكذا، اتعرفت على ناس جديده، اكلت اكل جديد، تجربه حقيقيه اضافت ليا اكتر بكتير من انه انا اكون تملكت اشياء. فبدأنا مؤخرا نلاقي مسجز وكومنتس بتيجي انه الناس يا مصطفى احنا بدأنا نعمل كذا ومبسوطين وجربنا وشكرا. فبقى في تفاعل وبقى في تقبل اكيد، يعني كما هو في كل شيء، يعني اي شيء جديد ربما يكون مجهول في البدايه، لكن شوي شوي يتقبلوا الناس اكثر ويلتمسون اذا بدك ايجابياته. نشكر مداخلتك معنا اليوتيوبر وصانع المحتوى عن التبسيط والمينيماليزم مصطفى مجدي، شكرا جزيلا لك.
إذا لخصنا حركة المينيماليزم بعبارة less is more، ففي الماكسيماليزم نحن أمام نقيضها تماما. More is more. صحيح يا حبيبة، يعني بحسب موقع Independent الماكسيماليزم جاءت أصلا كرد فعل على المينيماليزم، لكنها كانت أكثر قدرة على التعبير عن حياة البشر الشخصية، يمكن أقرب إليهم حبيبة. صحيح ساندي، فالماكسيماليزم شخصية موجودة أكثر بكثير من المينيماليزم، وتعكس شخصيات الناس المركبة ومتعددة الأوجه بطبيعتها، لذلك تساعدهم على أن يعبروا عن ذلك من خلال الديكور مثلا. صحيح حبيبة، بالحديث عن هذا الموضوع خلينا نتعرف على خصائص الماكسيماليزم في الديكور بحسب موقع Independent. الماكسيماليزم هو أسلوب صاخب يتميز بدمج الألوان المشبعة والأنماط المختلفة بطريقة منسقة، ويستخدم أيضا المساحات الداخلية بأجرأ طريقة ممكنة. الألوان الجريئة والدافئة المستخدمة في الماكسيماليزم تجعل الطراز عصريا أكثر، وتضفي مزيدا من الراحة والطابع الشخصي على المنزل المراد منه أن يكون فريدا. ومن أبرز السمات أو صفات اللي قد تدلنا على طراز الماكسيماليزم هي الجدران الممتلئة باللوحات والأعمال الفنية دون تنسيقها مع ألوانها وموضوعاتها، لكن مع الحرص على تحقيق تباعد متساو ومعين بين اللوحات. إذن للمزيد حول الماكسيماليزم تنضم إلينا صانعة المحتوى والماكسيماليست يارا كرباج. أهلا بك معنا يارا، صباح الخير. يعني يارا، هل مجال عملك اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي يحتم عليك أنه تتبعي نمط الماكسيماليزم في حياتك؟ صباح الخير. صباح النور. أكيد أكيد، أنا بحكم أني بخرج كل يوم من البيت وعندي أسلوب حياة تقريبا عندي تغطيات يومية أو شغل بالميك اب بشكل يومي، أو يعني عندي زيارات لأماكن فيها تجربة لأشياء جديدة، فهالشي بيتحتم علي أني كل يوم بيكون لبس مختلف، في عندي استهلاك أكثر للميك اب، استهلاك أكثر للبرفيومز، هالشي بيتوجب علي إني اشتري أشياء أكثر وإني يكون عندي تجدد بحكم إني مؤثرة على السوشيال ميديا. كل لايف ستايل أو حياتي اليومية بدها تتوثق على السوشيال ميديا، يعني كل طلعة فيها تصوير، فهالشي بيترتب إنه أنا دائما لازم يكون بلوكات متجددة ولبس مختلف عن الثاني يعني كل يوم. نشكر وجودك معنا الآن صانعة المحتوى الماكسيماليست يارا كرباج، شكرا لك. نكمل مشاهدينا ملفنا الرئيسي بعد الفاصل، وفيه هل تبسيط حياتك يمكن أن يزيد من سعادتك وإنتاجيتك؟ المينيماليزم والماكسيماليزم نمطا حياة مختلفان بأبعاد مختلفة، والمفارقة أن أصحاب الحد الأدنى يرون متتبعي الماكسيماليزم ماديين وفي حالة بحث دائم عن الاهتمام، فيملؤون فراغهم بكثرة الأشياء واقتنائها. هذا صحيح يعني حبيبة، لكن يقول موقع مينيماليست فيجن بالمقابل أنه الناس الماكسيماليست يرون أن الحد الأدنى ممل وفيه حرمان ويبعث على التوتر، وأن المينيماليست يفقدون جزء كبير من متعة الحياة بسبب امتلاكهم لأشياء قليلة جدا. إذن ما بين المينيماليزم والماكسيماليزم ماذا نختار؟ نتوسع أكثر في هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الاستشارية النفسية والاجتماعية لما الصفدي. أهلا ويسعد صباحك يا لما، معنا دائما. خلينا أول شيء لما نبدأ بتوجه المينيماليزم اللي هو عم نشوفه مؤخرا بشكل كبير وانتشر بشكل كبير، كيف يمكن ربما لعادات التبسيط والإقلال من الفوضى اللي حولنا والأشياء الكثيرة اللي حولنا أن تؤثر إيجابيا على صحتنا العقلية كأفراد وعلى حياتنا بشكل
بشكل عام. صح، هو هذا المصطلح يمكن انتشر بالفترات الأخيرة نتيجة إحساس الناس بأنه هن مصابين بالضيق دون سبب، وإحساس الأشخاص بأنه في كثير أشياء صارت عبء عليهم، وصار أكثر انتشارا تحديدا يمكن بعد كورونا، لما كل شخص فينا كان هو صار موجود يمكن في بيته بأشياء البسيطة، اتطور أو صار هو مضطر يبرمج حياته ومشت الحياة، فلاحظ بأنه هو أنا تخليت عن كتير ناس وما تأذيت نفسيا، أنا تخليت عن كتير تفاصيل بيومي كنت بعتبرها أساسية وببذل عليها جهد كبير وبعطيها كثير من اهتمام، وهي أنا هاي الحياة ماشي. فصار عندنا هذا الفكر أنه أنا إلى أي مدى المينيماليزم هو قادر أنه يكون هو عبارة عن أسلوب حياة في حياة الواقعية، ومش بس هو أثاث أو ديكور أو مجموعة من الأشياء، تمتد بالعمل، بالحياة الشخصية، بالحياة الشخصية في كثير ناس، ولكن فعلا بيأثر لما بيأثر على صحتنا العقلية. صح. يعني بشكل إيجابي الجلوس في مكان مكتظ بالأثاث غير المتناسق وألوان كثير قوية بيعطينا شعور دائما بالضيق والتوتر. مشان هيك نحن بننصح دائما نفسيا بأنه مثلا غرف الأطفال لابد وهذا خط أحمر أنه ما يكون فيها ألوان صارخة، العديد من الأثاث تكون لونه أبيض تماما أو الزهر الفاتح أو الأزرق الفاتح، تخيلي، ويكون الأثاث جدا محدود، وما يتم وضع ألعاب الأطفال الكبيرة بغرف الأطفال لأن هي بتشتتهم وبتخليهم يحلموا بكوابيس وبتخلي الطفل سريع الغضب، وهي أنا استطبقتها بحالات واقعية على عدة أطفال وأتت بثمارها بأنه الطفل صار ينام نوم هانئ، ما بيصحى مرعوب بالليل، لأنه أنت عارفة النظر هو انعكاس لللاوعي، يعني أنا اللي بشوفه مخي حيبرمج لي، إذا أنا نمت بغرفة هادئة، التكييف مناسب، الهدوء، فأنا رح نام بعمق، إذا نمت في ضجة حوالي فكل الليل حيكون أحلام مزعجة. يعني بصري كذلك. صحيح. مش بس سمعي. بصري وسمعي. يعني إحنا بس عم نحكي عن المينيماليزم أو الماكسيماليزم، عم نحكي عن أشياء اكسترا، يعني بس نفسر للمشاهدين، شيء كثير اكسترا مبالغ فيه من الطرفين، فممكن يكون مزعج من الطرفين. حابه اعرف منك لما شو اهم الخطوات لنبلش نبني حياه هيك شوي اكثر بساطه. تخلصوا من كل الفوضى الموجودة بحياتكم. إذا كان هذا المستوى هو الإكستريم، فأنا بفكر إلى أي مدى أنا رح أروح، وين بيسعدني؟ هل بيسعدني مثلاً أنه أنا يكون بيتي فعلاً مثل ما شفنا مليء في الألوان والديكورات؟ هل أنا حلاقي حالي هون؟ إذا كان جوابي لا، أنا فعلاً مش مرتاحة، برجع من الشغل بحس أنه هاي البيت أو هاي مثلاً الغرفة اللي أنا جالسة فيها هي أو غرفتي. أحياناً في أشخاص كثير بيهم غرفة النوم أو غرفة الملابس وبيعتقدوا أنه لا، هي يعني مرور الكرام ممكن تكون هي مش وقت طويل، ولكن فعلا حتى تنسيق الملابس أثبتت نفسيا بأنه الواحد لما بيفتح خزانته وبتكون منظمة ومبسطة وما في أغراض فوق بعضها، فبالتالي هو بالنسبة له حيكون كأنه بدأ يومه بطريقة أنه هو بسلاسة أكثر، مع أنه في العكس، في أشخاص بيقولوا أنا خزانتي إذا بتكون منظمة وفيها بس عدد مبسط أنا بالنسبة لي كون متوتر، بحبوا الفوضى الخلاقة. يعني الفوضى أحيانا بعض الناس هذا له علاقة بطبيعة الشخصية، ما فينا ننكر، لا بالعكس، أنا بعرف في أشخاص بيطلبوا أنه ما تترتب، هو هيك بكون أكثر استقرار نفسي. فإذا هذا الموضوع أولا حسب نفسية الأشخاص وبيرجع حسب طبيعته وسيكولوجية كل شخص، ولكن نحن ليش بفكرة حاليا بنقول بأنه حياتنا هي ضجيج بكل معنى الكلمة، نحن عايشين ضجيج إلكتروني بصري سمعي، فإلى أي مدى كل شخص فينا ممكن يوصل بيوم من الأيام ويقول أنا تعبت أو أنا اكتفيت، أو أحيانا ممكن حتى هذا التقليص اللي هو نحن حكينا للإكستريم حاليا، أنا عم بشوفه للأسف بعدد الأشخاص الموجودة بحياتنا، الناس كلها عم تروح للمينيماليزم بأنه هي تخفف الدائرة المحيطة فيها، تكتفي ببعض الأشخاص ببعض العلاقات وتكتفي بأنه خلص هي تتوقف عن أنه تكون مجاملة وترتدي أقنعة مع كثير من الأشخاص محيطة بحياتها لدرجة الإكستريم كانوا، وتكتفي بقلة القلة القليل، ولكن هي سعيدة معهم. أنت للأسف بتكتفي. طيب للأسف هو شيء جيد ولا مش جيد؟ لأن إجا نتيجة صدمة للأسف. يعني هو ما إجا نتيجة وعي، إجا نتيجة مثل ما حكيت فكرة كورونا، فكرة إذا أي مدى الناس حوالينا. نحن اليوم بنشوف بأنه مدى الطاقة السلبية الموجودة عند الناس لتقبل كل ما يحدث كثير هي أكثر من الطاقة الإيجابية، يعني النظرة التفاؤلية، فهذا انعكاس للأسف نتيجة كل التطورات. شوفي نحن، أنا بقول نحن سفنجة، كل شيء حوالينا اقتصادي سياسي عاطفي اجتماعي أنا بمتصه وبتطلع شخصيتي. طيب بالمقابل لما
خلينا نحكي كمان عن المينيماليزم أكثر. هل يمكن أنه قد يكون المينيماليزم مجرد موضة وترند عم نلحقها، يعني لأنها أصبحت شائعة في الفترة الأخيرة وتفتقر ربما إلى العمق الفلسفي؟ يعني البعض يقول أنه هو توجه خالي من المشاعر، خالي من الشخصية، يعني صح ما كتير بتبرز شخصية الإنسان بهذا التوجه. البعض يقول كذلك أنه رمز للتقشف المبالغ فيه قد يصل أحيانا إلى حد البخل. صح، هو رأيك هو لما. مثل ساندي، مثل ما كنا نحن عم نسمع بأنه لو كان هو مش ترند فهو بيكون متجه نحو الاستدامة، نحو الاستمتاع بالحياة ولكن بأقل التكاليف بالسفر. يعني حاليا صار عندنا حتى أشخاص معينين بدلونا كيف صح. نسافر بأقل تكلفة، كيف نكون سعيدين بالمكان، ولكن أنا ما أكون بالآخر عندي ديون لعدة أشهر. هذا هو الإيجابي، كيف أنا نظم بيتي بحيث يكون هدوء خزانتي ملابسي وما تكون عبء. وفي نقطة كثير مهمة، كثير من الأشخاص بيروحوا بيعملوا تسوق بكثير من الأحيان أو بيشتروا أكل وهن مش محتاجين، ولكن الإشباع عاطفي هن بيعانوا منه. أنا مكتئب اليوم بروح بعمل تسوق، أنا اليوم حاسة إنه عندي مشكلة ما عارفة حلها بعمل تسوق غذائي، بشتري أشياء باكلها أو ما باكلها تماما. فبالتالي هذا هو الإكستريم السيء. فراحوا لأ، إنك أنت حتى احتياجاتك من الطعام خد أقلها. نحن حاليا بأزمة غذاء عالمي، ملابسك مش ضروري أنت يكون فقط لإشباع عاطفي، دور على الحل لمشاكلك. فكلمة عمق اللي أنت حكيتيها لخصت الفكرة صحيح، هي العمق، إنه نحن إلى أي مدى قادرين نكون عميقين بالتفكير بهاي المصطلحات. فأنا بكون بكل بساطة قادرة فلتر حياتي. طب ذكرتي لما أنه بعض الأشخاص حتى صاروا يقللوا من عدد أصدقائهم، ممكن هالشيء يوصل للعزلة الاجتماعية أو للاكتئاب، أو خلاص يمكن الشخص يحب يقعد لوحده وما يشوف حدا؟ صح، سؤال جميل. نحن حاليا عندنا كتير مشكلة بأنه الأشخاص، أغلب الأشخاص، حتى خليني أحكي لك، أنا بشوف على عرض الواقع بالاستشارات بشوف في كتير أشخاص لما بتسأليهم مين بتشوف، أنا ما إلي مزاج أشوف حدا، أنا قللت كل دائرة علاقاتي، حتى صلة الرحم الأولى أنا تخليت عن كل الموجودين بحياتي. طب ليه؟ لأنه هيك يقال أريح لك، خفف علاقاتك فأنت مرتاح. ولكن هو ما بيعرف أنه بالنهاية الإنسان مهما تطور ومهما تقدم، نحن كائنات اجتماعية، ما فينا نعيش لوحدنا. حتى السوشيال ميديا، حتى أي مجال، هو هذا مجال بعد فترة حيسبب لي ضيق. بالنهاية أنا بدي حدا يقعد يحكي معي، نشرب قهوة، نحكي أخبار، نشوف شو في بالمجتمع، يعني عرفتي هذا التواصل الاجتماعي الحقيقي. هاي فطرة تماماً، فطرة الإنسان اللي حيخليني أني أنا موجودة على هذا الكوكب مهما كان التواصل إن كان المسج. فلا، نحن اليوم ليش عم نقول لا تكونوا أنتم منسقين وراء ترند بطريقة أنه ما تكونوا منطقيين باللي عم تسووه. كونوا منسقين وراء هذا ترند، وأهم شيء لو أنا حاسة حالي أني ماشي فعلاً بسرعة كبير إن كان للإكستريم وإن كان للأقل بهذا ترند، فبالتالي أنتوا عندكم مشكلة نفسية وأنتوا عم تتجاهلوها. لهيك رسالتنا اليوم بأنه أي شخص حاس حاله هو مثلا عنده مبالغة بالتسوق، أي شخص حاس حاله عنده مبالغة في الأكل العاطفي، في اقتناء الأشياء اللي هو ما إلها داعي، لا أنت مشكلتك بداخلك، مشكلتك نفسية، حلها حتنحل كل التفاصيل، وأنت نفسك حيجي يوم تقرر أني رح أبتدي من غرفة النوم للصالة لحياتي لأصدقائي لعملي، نظم كل التفاصيل وتصبح حياة يمكن أفضل. طيب طبعا. شو هي التحديات لما الأكثر شيوعاً اللي بيواجهها الأشخاص عند التحول لنمط الحياة المينيماليستيك، خلينا نقول اللي هو إلى الحياة البسيطة، وهل تعتبري أنه هو الحل الأنسب يعني لحياتنا اليوم؟ أولاً تأقلم على الأقل، لأنه هو مش سهل أنك أنت تتأقلمي على الأقل، وكيف أنت تحافظي على الأقل اللي صار عندك. بكل بساطة، في أنا يعني من إحدى مثلاً الفيديوهات اللي كنت عم تابعها اللي هي الدوكومنتريز، كانت عم تحكي على أنه مثلاً الإنسان ممكن يكون عنده فقط قطعتين من الملابس. هلأ بهذا التحدي كبير بالنسبة لشخص هو بيشتغل كل يوم، فهي الفكرة بأنه هو قادر، لا أنا مكتفي فيهم. فهذا اللي نحن بنسميه غير صحي. ليه؟ لأنك أنت هون عم تعمل ضغط جديد على نفسك. الإنسان لما يكون هو لسبب معين هي قدرته، فهو متأقلم مع الفكرة، أنا قدرتي يكون عندي هدول ما عندي مشكلة بالموضوع. ولكن لما أنت فقط لأنك ماشي بهذا الترند فوصلت لهالمرحلة، لا. فنحن مثل بنرجع من عيد أنه نحن لما نتأقلم مع شيء ما يسبب لنا ضغط نفسي،
يعني أنا لما أكون مقتنعة مثل هلأ سمعنا التقرير، هو سعيد بالحياة اللي بعيشها، وهو عم يدعم فكرة الاستدامة اللي هي نحن كلنا لازم حاليا نفكر فيها لننقذ هاي الكوكب ونزيد بالعكس كل شيء ممكن يجدد الحياة على هالكوكب. صحيح. هذا حلو، بس إذا أنت حاسس حالك أنك رحت بهذا المجال ولكن غير سعيد كمان هذا، يعني إذا كان للإكستريم أنت غير يعني سعيد في مشكلة شخصية لما هي تختلف بين شخص وآخر. تماما، هي تفاصيل شخصية، كل شخص فينا أي ترند ممكن يشكل لي ضغط نفسي علي، ممكن يشكل مصدر سعادتي. فبالتالي الخيار عندي قيم نفسي، هل أنا كائن سعيد بعد التغيير؟ إذا كان جوابي لا، برجع كيف ما كنت. طب خلينا نرجع نحكي عن الإكثار. كيف بيأثر على الصحة النفسية والعاطفية؟ يعني حكينا أنه المينيماليزم يمكن الشخص يروح شوية العزلة، يمكن يصير معه اكتئاب. الماكسيماليزم لوين بيروح؟ أنا هذا اللي حاليا صراحة شايفته هو الترند الأكبر. يعني صار نحن عنده ترند اللي هو الشخص مثلا صار موضوع له علاقة بصورتي، صورة الشخص هي عبارة عن انعكاس لما يزيد من ما يملك. ونحن اليوم بنشوف كثير من الأشخاص بتستعرض ما تملك بغرف نومها، بتستعرض بخزانة ملابسها، وبتستعرض عدد الأشياء اللي هي مبالغ فيها صارت بتملكها. فأنا لا بشوف هاي هي المشكلة الحالية اليوم اللي نحن عم نعيشها، اللي هي المبالغة باستعراض الأشياء اللي بملكها وإضافتها لحياتي، مش لأني أنا مستمتع فيها. أو هي أنا ممكن مثلا يكون عندي شنطة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ولكن خلص هدول هني اللي أنا شريتهم وسعيدة فيهم. في أشخاص اليوم ممكن الموضوع هوس بالنسبة لهم، بشكلهم ممكن يشتغلوا كل السنة مقابل الحصول على شنطة واحدة، وهي ما بتشكل قيمة لهم لشخصهم، ولكن بالنسبة لهم صارت انعكاس لوجودهم لحتى يتم. يعني نحن استبدلنا بحالة الإكستريم اللي عم نعيشها، شخصيتي ووجودي اللي هو ممكن أنا أكون مثلاً تفكيري، تطوري المهني، ثقافتي بالأشياء اللي أنا عبزيد امتلاكها بحياتي بغض النظر إذا أنا بحتاجها أو هي كماليات. طيب لما يعني بالختام هيك بدنا تعطينا يعني الوصفة هيك للتوازن ما بين يعني المينيماليزم والماكسيماليزم، كيف نختار وكيف نتوازن؟ أولا إذا كان نحن عنا عم نروح للإكستريم أو للمينيماليزم، فلازم نسأل حالنا هل أنا سعيد بهاي التجربة أو هي انعكاس لاضطراب نفسي أنا بعيشه. مثل ما حكينا إنسان بينزعج فهو بروح بيتسوق، أحيانا بيتسوق ليشعر بالسعادة، أنا ما بشعر بالسعادة غير أحيانا بيشتري أشياء ما بيلبسها أصلا، وممكن ضل بخزانته سنين طويلة والخزانة صارت عبء عليه، ولكن هو ما بيلبس هاي الأشياء. لا، أنت عندك مشكلة عاطفية. بيروح بيشتري الأكل كتير بيشتريه ولكن هو ما بيأكله، مجرد أنه هو عنده سعادة أنه هو ملس اللي اشتراها وممكن تصير بعدين إكسبيرد وتنرمى وهو ما أكلها. نفس الشيء الأشخاص اللي بيقللوا كل التفاصيل بحياتهم بما فيها الأشخاص المقربين، فبيصيروا بفلتروا الأصدقاء والعلاقات والأحبة، وبرأيهم بأنه الحياة لوحدي هي الأسعد كمان غلط. فالنصيحة الأخيرة كونوا أنتوا إن كان للإكستريم أو الأقل ولكن بما يرضيكم. شكرا جزيلا لك لما استفدي الاستشارية النفسية والاجتماعية. شكرا على كل النصائح. شكرا. بعد لحظات بيئتك بحاجة لك، كن جزءا من الخطة. المناخ لم يعد مصطلح نردده دون أن نفهم معناه، بل أصبح اليوم واقع وحقيقة نشهدها، حيث تجسد تغير المناخ مؤخرا بظواهر بيئية ملموسة ومتزايدة بقوتها وعنفها وتكرارها، سواء من حرائق غابات إلى عواصف وأعاصير وفيضانات أو حتى ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة أو تغيرات كبيرة في حالة الطقس. وهذه الأمور يعني جميعنا ربما لاحظناها أو حتى البعض منا عاش جزء منها في الفترة الأخيرة. حبيبة ساندي، للحقيقة الحديث عن تغير المناخ مهم وضروري وحلو كتير، بس أخذ خطوات فعلية وعملية للحد من هذه التغيرات يبقى أفضل وأكثر أهمية، والبحث عن حلول للحد من تبعات تغير المناخ هو أكثر ما يحتاجه كوكبنا ونحن أيضا بشكل أساسي لنحافظ على بيئتنا ومستقبلنا.
مستقبل أولادنا. الخبر الجميل أنه مفتاح الحد من تغير المناخ هو متاح وموجود أمامنا طول الوقت بحسب الأمم المتحدة، وببساطة هو التنوع البيولوجي، يعني إذا حافظنا على مختلف البيئات والكائنات المتنوعة في كوكبنا سنعيد له حالة التوازن والاستقرار المطلوبة ولو كان بشكل نسبي أو بسيط. بس فعليا شو المقصود بالتنوع البيولوجي؟ وأصلا لما نسمع مصطلح التنوع البيولوجي شو بيخطر ببالنا؟ إذا تصورت مجموعة غنية من أنواع الحيوانات والنباتات فأنت عم تفكر صح بالبيئة، ولكن هذا جزء صغير من الصورة الكاملة. صحيح حبيبة، لأن التنوع البيولوجي هو مفهوم أوسع من ذلك. يعني باختصار وبحسب الأمم المتحدة هو كل أصناف الحياة على الأرض بجميع أشكالها، من الجينات والبكتيريا إلى الغابات أو الشعاب المرجانية أو المحيطات أو أي بيئة أخرى من حولنا. بس للأسف السبب الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي وكل هذه البيئات الجميلة من حولنا هو سلوكنا اليومي والاستخدام البشري المسيء لمقدرات الأرض بشكل يخل بطبيعتها، وبشكل زاد من حدة تغيرات المناخ بطريقة أثرت على تنوع البيولوجي. مثل ما قلنا، الأهم من إدراك المشكلة ومعرفتها هو اتخاذ خطوات نحو الحل والتغيير، وهو ما تنصح به الأمم المتحدة، مشيرة أن هناك مجموعة من الخطوات يمكن الاستفادة منها ومن خلالها نستعيد التنوع البيولوجي، وأبرزها الحفاظ على المساحات الطبيعية واستعادتها سواء على اليابسة أو في الماء، وهو أمر ضروري للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع تغيرات المناخ. كما يجب العمل على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المطلوبة إلى نحو الثلث، وذلك من خلال تحسين قدرة الطبيعة على امتصاص الانبعاثات. وبالتالي سيكون علينا تعزيز النظم البيئية والتنوع البيولوجي الذي تحتويه باعتبارها بالوعة طبيعية للكربون الناتج عن الغازات الدفيئة. ويمكن ذلك طبعا من خلال توفير حماية أكبر للغابات وإدارتها واستعادتها، فعلى الرغم من الخسائر الهائلة والحرائق المستمرة لا تزال الغابات تغطي أكثر من 30% من مساحة كوكب الأرض. وأيضا يجب الحفاظ على الأراضي الرطبة واستعادتها وإبقائها رطبة حتى لا يتأكسد الكربون ويطفو في الغلاف الجوي، حيث تساهم هذه الأراضي في تخزين ضعف كمية الكربون الموجودة في جميع الغابات. وبالنهاية طبعا لابد من حماية موائل المحيطات مثل الأعشاب البحرية وأشجار المنغروف، حيث بإمكانها عزل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بمعدلات تصل إلى 4 أضعاف ما يمكن أن تقوم به الغابات على اليابسة. نشد ناشطون في محافظة ذيقار جنوبي العراق الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الأهوار والأراضي الرطبة للوصول إلى نسب إغمار مائي كافي لاستمرار الحياة هناك، لا سيما وأن الأهوار العراقية تعد محميات طبيعية دولية وفق منظمة اليونسكو. رغم دخولها لائحة التراث العالمي في وقت سابق، إلا أن الأهوار العراقية لا تزال تعاني من تذبذب مناسيب المياه، فضلاً عن تحديات الجفاف والتلوث البيئي الذي سبب نقصاً في الثروة السمكية والحيوانية، وتهديداً واضحاً للتنوع البيولوجي، ما دعا ناشطين مدنيين إلى مطالبة المجتمع الدولي والحكومة العراقية بإيلاء الأهوار الأهمية القصوى. جملة من التحديات يعني يواجهها اللي هي تذبذب مناسيب المياه، وأحيانا الجفاف والتصحر، أيضا الصيد الجائر، عدم إيلاء الدولة أو الحكومات المتعاقبة الاهتمام الكافي بهذه
بهذه المناطق اللي هي تعود إلى في أصلها إلى السومريين الأوائل. بالتأكيد هي بحاجة إلى أن يكون هناك تنظيم لحركة يعني الواردات المائية لهذه المناطق حتى تكون تحافظ على انتعاشها. مختصون بالشأن البيئي أكدوا أن الأهوار حظيت خلال المرحلة الماضية بدعم عدد من المنظمات الدولية المعنية بالأراضي الرطبة والتنوع الإحيائي، مؤكدين حاجتها إلى مزيد من المبادرات لا سيما المعنية بدعم السكان المحليين والحفاظ على نمط حياتهم الأصلي. قدمت الكثير من منظمات المجتمع الدولي برامج أو منح لإنعاش الأهوار، واختلفت هذه البرامج في نوعيتها، وطبعا المنظمات تنوعت ما بين الـ IOM والـ UNDP والوكالة الأمريكية للتنمية. كانت هذه البرامج طبعا تعود بالنفع والإيجاب لمناطق الأهوار وسكان مناطق الأهوار. وتعمل الحكومة المحلية في ذي قارة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية على ضمان استمرار تدفق المياه للمنخفضات المائية جنوباً والضغط على دول الجوار لإطلاق كميات إضافية من المياه بغية الوصول إلى نسب إغمار كافية لاستمرار الحياة في الأهوار. احنا كحكومة محلية لدينا تنسيق عالي مع الحكومة المركزية بالخصوص الحفاظ على البيئة الطبيعية اللي هي بيئة أهوار تشبايش، الحمار، هور أم الودع، كثير من مناطق أهوارية ومناطق زراعية طبعا بالمحافظة. هذه طبعا تعرضت إلى جفاف يعني كلش كبير، وكذلك إلى شح المياه اللي أثر على المحمية هذه الطبيعية. لدينا تنسيق وقدمنا الدعم لمنظمات بيئية دولية، منظمات محلية عملت وقدمت الكثير من المنح، قدمت الكثير من الأعمال من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية والحفاظ على المحمية، محمية الأهوار والحفاظ على المياه. وسجلت محافظة ذي قارة خلال السنوات الماضية هجرة مئات العائلات من الأهوار نحو المدن القريبة بعد اشتداد موجات الجفاف والتصحر ونفوق الثروة السمكية وحيوانات الجاموس التي تعد المصدر الرئيسي لعيش سكان الأهوار. علي العتابي، الحرة، ذي قارة. وللمزيد ينضم لنا أسعد سرحال مدير جمعية حماية الطبيعة في لبنان. صباح الخير أستاذ أسعد. أستاذ أسعد، في وقت نواجه فيه أزمات تغير المناخ وتأثيراتها المتزايدة، ما أهمية التنوع البيولوجي لمواجهة هذه التغيرات؟ التنوع البيولوجي هو بالنهاية بطريقة مبسطة الحياة على الأرض، فأهميته كبيرة إن كان على مستوى الأنواع أو الأجناس الوراثية أو الأنظمة الإيكولوجية، وتأثيره على الحياة على الأرض هي تأثير كبير. نعم. طيب سيد أسعد، ما هي التحديات التي تواجه تحقيق هذا التنوع البيولوجي اليوم في الوقت الحالي؟ الحقيقة تحديات كبيرة، وبدنا نلاحظ أنه التنوع البيولوجي بيتأثر سلباً أو إيجاباً بتغير المناخ، والعمل كان كتير جيد بإطلاق الاتفاقيات الدولية اللي للتنوع البيولوجي وتغير المناخ عام 92، أنه كانوا بذات الوقت كون هالتأثير هو متبادل على الاثنين، وبالتالي الحياة اللي بنعرفها على الكرة الأرضية. طب إنه نخلق مجتمع صديق للبيئة، هذا بيعني إنه لكل فرد فينا أو لكل شخص مهمة لازم يقوم فيها، بس يعني بدي أعرف منك، هل الأفراد فعلا ممكن يساهموا بتعزيز صحة الكوكب، ولا المشكلة أكبر من هيك؟ هي مشكلة حكومات، هي مشكلة يمكن مصانع كبيرة، والأفراد قد ما ساهموا يمكن ما بيقدروا يحققوا هيدا التوازن. يعني بالنهاية كل مجموعة بدها يكون لها دور، إن كانوا على مستوى الفرد أو المجتمع المحلي أو البلد أو على المنطقة أو عالمياً، لأنه الكرة الأرضية هي نظام واحد متشابك، هي شبكة حياة على الكرة الأرضية ما بتعترف بحدود وضعها الإنسان، وبالتالي إذا كل واحد قام بدوره بالنهاية عملياً نحن بنكون عم نساهم يا إيجاباً يا سلباً بالحفاظ على الحياة على الأرض. ولهالسبب كل إنسان لازم يكون بالعمل اللي بيعمله بالطريقة اليومية منسجم مع الكرة الأرضية، منسجم مع النظام البيئي العالمي إذا بدك بالمطلق، ولكن بالنهاية بده يكون نحكي واقعياً نحن نتأثر
ومنأثر ببعض إن كان على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي. بمعنى على قدر ما الدول تتعاون لتطبيق الاتفاق اللي صار ب 2022 اللي هو بيطلب 30-30 لحماية ما تبقى من الأنظمة الإيكولوجية العالمية من بحار ومياه داخلية وغابات وأراضي وما شابه، حتى نكون نحن عم نتجنب ما دمرناه على القليل الخمس عقود اللي مرقوا كبشر، إنه اللي هلأ كل العلماء مجمعين إنه 70% من ما تبقى من أراضي طبيعية تقريبا تغير بممارسات الإنسان للمجتمعات والأراضي الزراعية وما شابه. فالتحدي كبير كتير، لسبب الرقم اللي نحط إنه نوصل بال 2030 كبشر على الكرة الأرضية نوصل لمعدل 30-30 منه هين، ولكن ما بيعني أنه مستحيل إذا كان في نية، ونية بالمعنى السياسي يعني كبوليسي أو كقرارات أو اتفاقيات دولية وتطبيقها على أرض الفعل. وأكيد قبل كل شيء أنه نكون نحن بحالة سلام مع بعضنا ومع المخلوقات ومع الطبيعة، لأنه الحروب بتدمر بلحظات وبأيام ما بتحافظ عليه الأفراد والمجتمعات بعشرات السنين. وللأسف مثل ما بنعرف جميعا انه التنوع البيولوجي والطبيعه هي ما بتنتهي بانتهاء الحروب ولا بالاساءه الى الطبيعه، هي الحلول بتاخذ اوقات عشرات السنين، اذا ما بنقول مئات واوقات ملايين من السنين لوصلنا لحاله التنوع البيولوجي اللي نحن مستفيدين منها وعايشين فيها الان. فنعم بده جدية وبده مساعدة على مستوى العالمي والمحلي مع بعض لنوصل لنتائج إذا كان بعد في مجال لهالشيء. طيب سيد أسعد، يعني كما ذكرت خلينا نلامس الحقيقة ونضع يدنا يعني على المشكلة في الواقع. ما هي الممارسات السيئة ربما التي نقوم بها، تصرفاتنا حتى دون أن نشعر ربما بعاداتنا الشرائية أو ممارساتنا اليومية كأفراد تضر كثيرا بالبيئة؟ اوكي، نحن كافراد حقيقه تربينا بالمدارس وبالبيوت، عم نحكي هلا عن الجيل اللي انا بنتمي له، انه نحن كل ما استهلكنا اكثر وكل ما استعملنا اكثر وكل ما جمعنا اكثر كل ما كان نحن بنعد انه من الناس الشاطرين، يعني نحن ناجحين بالمجتمع. فهذه النظره والطريقه هي سبب من اسباب اللي هي تدهور الوضع اللي احنا فيه، لانه هيدي بتناقض التوازن الطبيعي واستعمال الموارد حسب القدره للتكيف اللي لها. فبده يكون في تغيير بالنمط بالتربيه بالتعليم على مستوى المدارس بطريقه العيش حتى، وهذا منه بالسهل، لانه معناتها نحن لازم نبلش صغار نتعلم انه نحن كيف نعيش بتوازن مع الطبيعه، ونعترف قبل كل شيء انه نحن جزء منها، مش انه نحن عايشين بمدينه ما بنعرف البيضه من تجي أو الخضرة من تجي أو الماء نظيفة أو الهواء. فإذا بده يكون في الإنسان عايش يرجع لطبيعته، يرجع لبيئته، يعرف شو كل عمل بيقوم فيه بيأثر. وهيدا الشيء بيتعارض حقيقة عن النظام الاقتصادي العالمي. فالنظام العالمي مثل ما كل العالم تعرف أنه نحن علمونا أنه بدك تستعمل البلاستيك كارد وتروح تتدين وتصرف مصاري ما عندك إياها، وهيدا شيء بيتعارض باللي عم تتفضلي فيه. هيدي من جهة. من جهة تانية نحن كأفراد إذا رجعنا دربونا وعلمونا أهلنا وبالمدارس أنه ما بنستعمل إلا الشيء اللي نحن بحاجة لإله واللي نحن قادرين لإله واللي ما بيأثر سلبا على الطبيعة، فهذا بيعني أنه الشركات العالمية اللي هي هلأ إلى الدور الكبير بالحفاظ على البيئة إذا بتلعبوا، هي بدها تغير كمان طريقة تسويقها للبضاعة تبعها بطريقة أنه أنا والله المنتج اللي عم بعمله هو صديق للبيئة، هو ما بضر بالطبيعة، بالعكس هو لازم يكون عم يساهم بالطبيعة. فبحس أنا كفرد إذا كانت الخيارات موجودة قدامي ساعتها قادر أنا فعلا غير، يعني بشتري أنا المنتج اللي ما راح يدفع مخلوق إلى الانقراض أو يزيد بنسبة الاحترار الحراري بالعالم إلى آخره. طيب أسعد سرحال مدير جمعية حماية الطبيعة في لبنان، شكرا جزيلا لك ولكل هذه المعلومات. شكرا. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. فيكم تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مش اكستريم ومش زي ما الناس متخيله انه لازم تلبس نفس التيشيرت ونفس اللون دايما. ده ليفل مناسب لبعض الناس لكنه مش الطبيعي، مش المناسب للكل، ومش اللي بنشجع بيه. احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل اللي في استطاعتنا في حياتنا اليوميه عشان نحس انه عندنا وقت اكتر نستخدمه في التجارب اوفر انه احنا بنستخدمه في الكونسومشن او الاستهلاك، او ان احنا دايما نكون كل معانا فلوس نروح نشتري عشان نكتسب من ده السعاده. غرف الاطفال لابد وهذا خط احمر انه ما يكون فيها الوان صارخه، العديد من الاثاث تكون لونه ابيض تماما او الزهر الفاتح او الازرق الفاتح، تخيلي، ويكون الاثاث جدا محدود، وما يتم وضع العاب الاطفال الكبيره بغرف الاطفال لان هي بتشتتهم وبتخليهم يحلموا بكوابيس وبتخلي الطفل سريع الغضب. وهي انا استطبقتها بحالات واقعيه على عده اطفال واتت ثمارها بأنه الطفل صار ينام نوم هانئ، ما بيصحى مرعوب بالليل، لأنه أنت عارفة النظر هو انعكاس للاوعي. الكرة الأرضية هي نظام واحد متشابك، هي شبكة حياة على الكرة الأرضية، ما بتعترف بحدود وضعها الإنسان، وبالتالي إذا كل واحد قام بدوره بالنهاية عمليا نحن بنكون عم نساهم يا ايجابا يا سلبا بالحفاظ على الحياه على الارض. ولهالسبب كل انسان لازم يكون بالعمل اللي بيعمله بالطريقه اليوميه منسجم مع الكره الارضيه، منسجم مع النظام البيئي العالمي اذا بدك بالمطلق. ولكن بالنهايه بده يكون نحكي واقعيا، نحن بنتاثر ومنأثر ببعض إن كان على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، بمعنى على قدر ما الدول تتعاون لتطبيق الاتفاق اللي صار ب 2022 اللي هو بيطلب 30-30 لحماية ما تبقى من الأنظمة الإيكولوجية العالمية من بحار ومياه داخلية وغابات.